أخبار اليوم. وأكيد يوسف شاهين يعني ما كانش بيهرج يعني هو له وجهة نظر، وهو كان وعلى فكرة وأحد الناس اللي تنبأوا أن أنا هتعب على فكرة، قال أنت هتتعب في الشغلانة دي. قلت له إشمعنى يعني؟ فقال أن أنت دايما واخد الموضوع على قلبك وحساس جدا، بس أتمنى أنك تفضل كده برضو، لأن ديت أعتقد ده الباور بتاع صدقك في الشاشة، أن أنت لو اتغيرت أو اتغير فيك حاجة من الحاجات ديت ممكن كممثل تبوظ. قال لي هتتعب شوية لأن أنت داخل بمنطق يعني بشكل جديد، في يعني أنا من بداية بدأ التمثيل البسيط التلقائي، كل مجهودي اللي بنزله قبل التصوير إن أنا إزاي ما يبانش إن أنا بمثل، إزاي تقول آه هو اتخلق كده، هو ما يعرفش يلعب غير الدور ده، دايما عايز أحسس الجمهور لما تشوفني تقول هو هيلعب الدور ده ويبطل، لازم أحصلك للحتة دي. فكانت الغلطة اللي عملتها إن أنا بدأت في سكوت أتصور عملت ده، فالناس كرهتني بجد، أو أنا حتى نفسي حسيت إن ردود الأفعال مش قد كده، وده كان بداية إن أنا اعتزلت ورجعت تاني بقى بعد 4 سنين يعني.